احكي لنا كل شيء صار معك ونوع اصابتك وين صارت والسبب. اخوي بيسد اللونز نايم محل البسه. انا احس لك لو 10 15 واحد تهجم عينك كلها يا دم للتمرين سحبين فرودين. اول ما وصل على السوحة بضرب رصاص. نحن بتعبنا قلنا الصاير يا الله كبرنا. احس لك الا طوبق على المحل قاوموا المعلم وقاموا يسحبوني اللي انا اشتحت من كنستي ودفشت لواحد قام ضربوني صاير شو بالهواء. السبب ليش؟ ليش؟ السبب هيك. في عداوة بينك وبينهم؟ لا. طيب هن مين؟ تعرفت على حدا منهم؟ ما بنعرف على كلهم للتمرين. من كتيبة معينة؟ أقوله من جبل الزاوية. منطقة سد اللوز. منطقة سد اللوز نعم. أنت مدني ولا جيش حر؟ أنا مدني يا أخوي. طيب صار في مقاومة من الأهالي من صاحب المحل هنيك؟ هو صاحب المحل صار يدافع عن حاله يدافع عن الصناع. بالسلاح دافع عن نفسه ولا؟ لا ما معه شيء. ما معه شيء صار يدافع عن حاله. أنت بينك وبين نفسك السبب برأيك ليش؟ السبب كان ترجيع قطعة. كل وحدة بتعرف لك واحد من الجيش الحر بتروح تجيب كتيبة إذا ما رجعنا له بتجي. طب هالشيء بجوز من الله؟ جوز يعني بعض كتائب الجيش الحر تحولت لعصابات. نعم بعض كتائب الجيش الحر تحولت لعصابات. لا حول ولا قوة إلا بالله. نوع إصابتك شو هي؟ ايش قال لك دكتور؟ بإيدي والله بكتفي البريد انقطع على لصدري. بس قلنا شلون كان الجو؟ ردة فعل الأهالي هنيك هن ايش كانوا يحكوا؟ هن اللي هجموا عليكم ايش كان ألفاظهم كلامهم؟ شباب عبسب زبوا بدي يغمونا والسوق زحمة 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 كلها نسوان وأطفال وعبروا الشو بالهواء. ايش قالوا لك وقت دخلوا لعندك؟ ايش حكوا معك؟ بيغضونا بيجولونا هيك دخل لعندك لرسولك؟ ايه 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 جاوب لك نحو ولا قوة. مع انواع قلنا هذا وهذا وهذا نحو ولا قوة يوز من الله.